ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. ووصلوا المستشفى بعد مناقرات كتيرة ما بينهم هم الاتنين، ودخل منير وسيرين على سليم في مكتبه واللي كان قصاده بعض الاوراق بيبص فيها، لدرجة انه ما انتبهش لدخولهم. فاتكلم منير وقال: يا عيني، للدرجة دي الشغل مرمطك كده؟ بص سليم على الصوت واللي كان عارفه كويس، ولكن اندهش وفرح جدا لما شاف سيرين اخت منير، لانه اخر مره شافها اتمنى انه يشوفها تاني. فقال: اه والله متمرمط، تعالوا اتفضلوا. وقعد منير وسيرين مقابل سليم اللي رحب بسيرين وقال لها: اهلا يا انسه سيرين. اهلا بحضرتك. قول لي يا سلم، اخبار فرح ايه؟ بص مش هكدب عليك، حالتها وحشه جدا وبيتهيأ لها ان فارس لسه عايش. بص منير وسيرين بصدمة لسليم واللي كمل كلامه وقال: واي حاجة بتشوفها او تلاقيها بتربطها بوجوده، بس الحمد لله قدرت اخليها تتكلم. بجد؟ يعني نقدر نتكلم معها؟ ايوه، بس المهمة ما تضغطوش عليها في حاجة. ما تخافش خالص، بس عرفنا هي فين. قوموا تعالوا معي. واخدهم سليم وشاور على مكان وجود فرح، واللي كانت قاعدة في الجنينة وسرحانة لدرجة انها ما حستش باللي قاعدوا جنبها. فقالت سيرين بفرحة: ازيك يا فروحة، عاملة ايه؟ بصت لها فرح ولقت نفس البنت اللي شافتها اول يوم ووصلت فيه لاستراليا. واتكلم منير وقال: دي سيرين اختي يا فرح. سمعت انك بقيتي تتكلمي، ولا مش عايزه تردي علينا؟ ما تضغطش عليها يا منير، سيبها براحتها. شكرا. ايه؟ شكرا يا منير على كل حاجه ساعدتني فيها. انا ما عادش ليا اهل ولا قرايب ولا عندي حد غيركوا دلوقتي. طبعا يا فرح، احنا اهلك، وانا ومنير هنفضل معاكي على طول. وقعدوا معاها واتكلموا كتير، وبعد شويه ودعوا فرح ووعدوها بزيارتها في أقرب وقت. وفضلت فرح في المستشفى بنفس الروتين اليومي، بتقعد في الجنينة ويقعد معها سليم فترة ويتكلم معها عشان يتابع حالتها. ومنير وسيرين بيجوا كل فترة يقعدوا معها. وفضلت على الحال ده لحد ما قرب موعد ولادتها وتجوز منير ساندي، بس كان كل يوم ما يفوتش عليهم إلا وهم متخانقين بسبب تصرفات سندي الطيشة. أما فرح فكانت قاعدة في أوضتها وحاسة بألم في بطنها لأنها قرب ميعاد ولادتها، فهي تعودت على الألم ده من وقت ما قرب ميعاد ولادتها. ولكن فجأة صرخت بصوت عالي من شدة الألم، فقام سليم مفزوع لأنه نايم في مكتبه. فمن وقت ما قرب ميعاد ولادة فرح قرر ينام في المستشفى لأي حالة طارئة، وتوجه ليها بسرعة ومعاها الممرضات. فصرخت فرح وهي بتقول: الحقوني أنا بولد. اجري هاتي مفتاح العربية من المكتب بسرعة. قال كده للممرضة اللي جريت وجابت المفتاح وشال سليم فرح وتوجه لأقرب مستشفى. وبالفعل دخلت فرح العمليات. وبعد شوية اتصل سليم على منير واللي كان نايم جنب ساندي، فرد بنعاس وهو بيقول: مين؟ وهي ثواني، واتفاجئ لما قال له سليم بخبر ولادة فرح. فقام بسرعة وانتبهت ليه مراته وقالت: انت رايح فين دلوقتي؟ منير ما ردش عليها ولا ادها
أي اهتمام وأخذ سيرين معه وراحوا للمستشفى، ولما وصلوا لقوا سليم واقف قصاد أوضة العمليات فسلموا عليه ووقفوا معاه، وفضل سليم يبص لسيرين لأنه حبها جدا، ولكن مش عنده الجرأة على إنه يعترف لها بحبه ده. وبعد شوية خرجت فرح من أوضة العمليات وكانت لسه مش في وعيها، فراحوا الجميع وراها وإدت الممرضة الطفل المنير وهي بتقول اتفضل ولد يتربى في عزك، قالت كده وهي معتقدة بإنه والد الطفل. فشاله منير وهو حاسس بالحنان والحب الشديد تجاه الطفل، فقربت سيرين وهي بتقول هاتوا شوية يا منير. الله، الولد شبه فرح قوي، الحمد لله انه مش شبه فارس خالص. ولحظتها صحيت فرح وسألت على ابنها وهي بتقول ابني فين؟ الحمد لله على سلامتك يا فرح. واخدت الطفل وشلته وهي بتبصله وبتحضنه وبتكلمه وبتقول اخيرا جيت، انت اللي هتعوضني عن كل الوحش اللي شفته في حياتي. هتسميه ايه يا فرح؟ هسميه منير. ولحظتها بص لها الجميع بدهشة كبيرة وقال منير هتسميه على اسمي؟ انت الوحيد اللي تستحق اني اسمي ابني على اسمه، انت وقفت جنبي وساعدتني، ولو انت مش جنبي كان زمان ابني ما شافش الدنيا. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت بنت خالي يا فرح، وخالي وصاني عليك، مهما اتكلمت مش هعرف ارد جمايلك عليا يا منير. وبعد شوية جه اتصال لمنير وخرج برا عشان يرد، واللي كانت ساندي فقال لها ايوه يا ساندي، انا عرفت حضرتك خرجت فجأة في وقت متأخر ليه؟ عشان الست فرح. بطلي هبل يا ساندي، سمعتي ولا لا؟ وقفل منير الخط ورجع تاني لأوضة فرح وبص سليم لفرح وقال فرح انت هتودي ابنك فين؟ اتصدمت فرح وقالت بعدم فهم ازاي يعني؟ هو هيفضل معايا طبعا، بس ممنوع ابنك يدخل معاك المستشفى يا فرح. بس ممنوع ابنك يدخل معاك المستشفى يا فرح. ومين قالك اني هرجع المستشفى تاني؟ ما ينفعش يا فرح، علاجك لسه ما انتهاش. انا بقيت كويسة وعمري ما هسيب ابني. خلاص يا سليم، انا هاخد فرح وابنها يعيشوا معانا وههتم بيهم كويس، ما تقلقش. بس انت جهز اوراق خروج فرح من المستشفى. لا انا مش هعيش عالي على حد. انت هبلة، انا عمري ما هسيبك انت وابنك وكلامي يتسمع ولا ترجعي المستشفى. بصيت له فرح لانه مفيش حل قصادها غير انها تعيش معاه، فقالت خلاص ماشي موافقة. مبسوطة قوي انك هتبقي معايا دايما، انت والعسل نيرو الصغير. يلا يا نسرين جهزي فرح على ما اروح اجيب ليها والابنها شوية حاجات وهرجع بسرعة. طب ايه رأيك يا منير اجي معاك واختار له انا؟ خلاص تعالي. طيب وانا همشي وهبقى اجيلك يا فرح في البيت اطمن عليكي. ومشى منير وهو بيفكر ازاي هيمشي اموره مع ساندي، لانها هتتضايق جدا من وجود فرح وابنها معاهم. وبالفعل راحوا للمول وتسوقوا واشتروا للطفل حاجات كتيرة، وكان منير سعيد جدا بالحاجات دي لانه اول مرة يعمل فيها شوبينج علشان طفل. وبعد ما انتهوا رجعوا للمستشفى واخدوا فرح اللي جهزتها سيرين هي وابنها، ودفع منير مصاريف المستشفى، ووصلوا للبيت واللي كانت فيه ساندي مستنية رجوع منير، واندهشت جدا وانصدمت لما شافت منير داخل وهو شايل طفل ووراه فرح. فقامت ساندي من مكانها وعيونها مليانة شر، فحس بيها منير بانها ناوية على حاجة، وادى الولد لسيرين وطلب منها ان تاخد فرح على اوضتها، وسحب يد ساندي وطلعوا لاوضتهم
وهي بتصرخ بصوت عالي وبتقول سيبني، انا بقولك سيبني. في ايه يا ساندي؟ انت ناوية على ايه؟ انت ليك عين تتكلم وجايبها كمان لحد هنا؟ اخرسي قسما بالله، لو عملتي حاجة الفرح وابنها لهوريكي ايام عمرك ما شفتيها. طب قولي يا استاذ منير، ازاي واحدة هتعيش معانا كده عادي؟ ها؟ ولا هتتجوزها؟ وفيها ايه لما تجوزها؟ ومين قالك اني هسمح اعيش معاك لحظة بعد ما تعمل كده؟ مش بمزاجك يا سندي، انت عارفة اني ليكي مصلحة معايا، ولو مش كده ما كنتيش اتجوزتيني. قال كده ومشي منير، وساب سندي وهي غضبانة وبتستحلف لفرح، فاتكلمت بغضب وهي بتقول والله لا اوريكي يا فرح انا هعمل فيكي ايه. اما منير فخرج من الاوضة وهو غضبان جدا، وفي نفس الوقت بيفكر هل هيتجوز فرح فعلا ولا لا، لانه بيحبها جدا، ولكن هي هتوافق بقرار زي ده. وفضل يفكر كتير وقرر انه هيعترف لها بحبه. وفي اوضة فرح كانت سيرين قاعدة مع فرح وشايلة الطفل وبتضحك، فخبط منير الباب واذنوا ليه بالدخول، ودخل وقعد جنبهم، فهو سعيد جدا بوجود فرح في حياته. فمن وقت ما دخلت حياته وهو حاسس بمعنى جديد للحياة وبمعنى الحب الحقيقي. وبعد شوية سابوا فرح عشان تنام هي وابنها، وفي اليوم التاني قعدوا كلهم عشان يفطروا، ومعاهم ساندي اللي كانت بتبص الفرح بكره وغيظ. فوقفت سيرين وقالت يلا انا همشي عشان الحق شغلي، ومشت بسرعة. وبعدها سمعت فرح صوت ابنها فقامت عشان تشوفه، ولكن وقفها منير وهو بيقول خليكي كملي افطارك انا هروح اشيله. لا خليك انا اصلا اكلت. انا قلت خليك انا هدخل وهشيله، يلا كملي اكلك. ابتسمت فرح من طريقته ومن معاملته معها، فمحدش اهتم بيها كده غير والديها. وكانت ساندي بتبص لهم وهي بتتاكل من الغيرة، وحاسة بكره جديد تجاه فرح، فاستفردت بفرح وقالت ايه عاجبك الموضوع؟ موضوع ايه؟ انت هتعمليهم عليا يا بنت انتي؟ في ايه مدام ساندي؟ عاملة فيها الشريفة وانتي؟ قالت كده وبصت لها من فوق لتحت بنظرات كلها كره واستهزاء وغرور، وسابتها ومشيت. فحست فرح بالحزن وهي بتسأل نفسها هي تقصد ايه، وراحت فرح عشان تشوف ابنها. وعد اليوم وهو لا يخلى من الضحك والهزار والحب والكره والغيظ من ساندي. واخيرا قرر منير بانه هيقول لفرح بكل اللي في قلبه، فخبط عليها واستأذن بالدخول. فردت فرح اتفضل. دخل منير وقعد وهو متوتر، فقالت فرح ايه مالك شكلك عايز تقول حاجة؟ فرح انا بحبك. بصت له بصدمة من كلامه فكمل كلامه ما كملتش على فكرة، بحبك وعايزة اتجوزك. حست فرح بسعادة كبيرة لانها بتحترمه جدا، ودايما بتحس ان هو امنها، وان هو الشخص الوحيد اللي بتثق فيه واللي هيبقى اب لابنها. ولكن افتكرت ساندي فردت وقالت ايه اللي بتقوله ده يا منير، انت متجوز؟ بس انا عمري ما حبيتها يا فرح، انا بحبك انتي. انا مش انانية يا منير عشان ادمر حياة غيري، بس هي متدمرة اصلا، مجرد شكليات وبس، مفيش بينا حب ولا اي حاجة. لا يا منير مش هفكر في نفسي، مش هقدر اعيش على حساب غيري. استني يا فرح ما تقوليش حاجة دلوقتي، انا هسيبك تفكري براحتك، بس لازم تعرفي اني هبقى سند وامان ليكي انتي وابنك. وخرج منير
وساب فرح في حيرة من أمرها، وفضلت تفكر في اللي هتعمله، هل هتوافق على الجواز علشان ولدها وتدمر حياة شخص تاني ولا هترفض. وفضلت تبكي على حالها لأنها مشتتة جدا. وفي اليوم التاني جه سليم عشان يتكلم مع منير ويطلب سيرين للجواز، فقال له منير: اتفضل يا سليم، انت عامل ايه؟ انا عايز اتكلم معاك في موضوع يا منير. اتكلم يا ابني، هو انت عايز استئذان؟ انا بحب اختك وعايز اخطبها وانا مش موافقة. بس منير وسليم لسيرين اللي واقفة على الباب، فاتحرك جدا سليم ووقف وهو بيقول: انا هستأذن يا منير، استنى يا سليم هقولك. وكان سليم هيمشي ووراه منير، ولكن سمع صوت صراخ شديد جاي من أوضة فرح، فجريوا كلهم لمصدر الصوت ودخلوا الأوضة ولقوا فرح قاعدة في الأرض منكمشة في نفسها وبتبكي بخوف وتوتر شديد. فنزل منير لمستواها وهو بيقول: مالك يا فرح، فيكي ايه؟ في ايه يا فرح، انطقي. مدت فرح ايديها بورقة وهي بتبكي وبتقول: عشان اقول لكم ان فارس عايش. واخد منير الورقة وقراها، واللي كان مكتوب فيها: انت فاكرة ان نسيتك يا مزة؟ لا، انا مراقب كل تصرفاتك وسايبك بمزاجي، عشان يوم ما هنتقم هيبقى اشد انتقام. اتصدم منير جدا من بعد ما قراها، وادى الورقة لسليم اللي قراها برضو وقال: ازاي لسه عايش؟ يا جماعة ماما قالت ان هو مات. ما ممكن يكون حد عايز يرعب فرح، ومين اللي هيعمل كده غيره الواطي؟ وبص منير لفرح اللي بتبكي وبتترعش، وحضنها عشان يحسسها بالامان، وطبطب عليها وهو بيقول: ما تخافيش يا فرح، انا جنبك ومش هسيبك، قومي معايا يا فرح. هنروح فين؟ هتجوزك. بتقول ايه؟ زي ما سمعتي، هتجوزك يا فرح. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. يا ترى ايه اللي هيحصل مع فرح؟ وهتتجوز منير فعلا؟ وهتقدر تعيش في امان معاه ولا لا؟ وايه وضع فرح لو اتجوزته وفارس لسه على قيد الحياه؟ وايه رد فعل ساندي على كل اللي بيحصل؟ اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناه لو انت مش مشترك فيها، فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامه.